معنا السيد رائد الخضر وهو رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. مرحبا بك رائد. برأيك ما هي الأسباب التي يعني فعلا التي دفعت الفيدرالي إلى أن يلجأ لهذه الخطوة مع أنه اجتماعه يعني قريب ليس بالبعيد؟ هل هناك مخاوف يراها الفيدرالي باتت واضحة ويخاف ألا يتصرف بشكل مسبق؟ طبعا الخطوة المفاجئة التي قام بها الفيدرالي الأمريكي يوم أمس يعني سببت قلقا في الأسواق أكثر من أن تكون مهدئة نوعا ما بنتيجة هذه التسرع في العملية، وأنه تماما مثل ما تفضلتي أنه هو في عنده موعد قريب للاجتماع. إذن الأخطار بدأت تظهر على الاقتصاد الجزئي، وإن لم تصدر الأرقام بعد ولكن الفيدرالي يحاول أن يتحسس هذه البيانات السلبية التي قد تصدر من قطاع الصناعات التحويلية، لأنه لو كانت اليوم صدرت البيانات التي ننتظرها من الولايات المتحدة الأمريكية المرتبطة سواء بقطاع الوظائف الخاصة أو بالISM non manufacturing أو القطاعات الغير تصنيعية، ممكن جدا إذا كانت هذه القراءات سلبية كونها تعكس شهر فبراير من المتوقع أن تعطي ضغط سلبي كبير على الأسواق، وممكن أن يكون التدخل نوعا ما يعني متأخر أكثر. تأخر الفيدرالي في التسارع بعملية تسهيل السياسة النقدية، وإن صح التعبير هو تأخر بتشديد السياسة النقدية أساسا ورفع أسعار الفائدة بشكل كبير، حيث قام يعني أو استعجل بهذا الأمر، قام برفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة واضطر إلى تخفيضها في العام الماضي 3 مرات بعد أن قال أنه سيخفض مرة واحدة. الآن إجراءات تيسيرية هي التي تضغط على الفيدرالي أن يقوم بالتيسير النقدي وعفوا بتخفيض أسعار الفائدة لتسهيل السياسة النقدية لاحتواء الآثار السلبية. بلا شك الاقتصاد الأمريكي سيتضرر، وسوف نرى بيانات التصنيع اليوم أو القطاعات الغير تصنيعية ووظائف القطاع الخاص ممكن أن تأتي بأقل من التوقعات، توقعات عند 170,000، من المتوقع أن يضيف عدد وظائف أقل، وأيضا في عندي الISM manufacturing ممكن أن يأتي دون 53 المتوقع. يعني وإذا كانت ردة الفعل المبدئية كما ذكرت رائد يعني كانت بخوف بدلا من أن ترحب الأسواق بهذه الخطوة، عادت الأسواق لترتد من جديد، وبالتالي يعني كيف ستكون حالة الأسواق خلال الأيام القادمة؟ وهل هذه الخطوة ستكون الأخيرة من الفيدرالي الأمريكي أم أن الأسواق ستحتسب هناك المزيد من التخفيض ربما في الاجتماعات القادمة بشكل مباشر؟ تماما بدأت الأسواق تحاول تسعر مزيد من التخفيض من قبل الفيدرالي. مستويات أسعار الفائدة ما بين 1.25 إلى 1% بعد التخفيض، أعتقد هناك مجال وفسحة واسعة لدى الفيدرالي الأمريكي لمزيد من التقليصات لاحتواء الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد الأمريكي على وجه التحديد، الذي يحاول أن يحتفظ بالزخم الإيجابي الذي تم تحقيقه حتى الآن في مفاصل الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي يجب أن يبقي السياسة التيسيرية إلى فترة ممتدة أكثر وليس الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند مستويات عليا. بالتالي ترجم ذلك على قطاع على الأسواق أو على الأسهم إن صح التعبير ومؤشرات الأسهم، ممكن أن يكون هناك حركة عرضية مائلة الارتفاع ولكن ليست بالزخم الذي كانت عليه سابقا بنتيجة انتظار مزيد من الإجراءات التحفيزية من قبل الفيدرالي الأمريكي أولا، وثانيا يعني ظهور البيانات الاقتصادية التي تظهر الضرر الحقيقي على الاقتصاد الأمريكي على وجه التحديد في الفترة الحالية. إذن يحتاج إلى مزيد من التحفيز، وهذه الأموال الرخيصة نوعا ما ستساعد بتقليص التكلفة على قطاع الشركات إجمالا في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب يعني لاحظنا بالفترات الماضية رائد كانت حتى عندما تأتي تصريحات من قبل الفيدرالي أو بعض الأعضاء في هذا المجلس يقولون بأن إلى حد ما يعني علينا أن نذهب إلى سياسات أخرى يعني بعيدا عن السياسات النقدية لأنه سيكون هناك استنفاذ لهذه السياسات. هل برأيك الأدوات الموجودة حاليا بيد الفيدرالي باتت محدودة بعد اللجوء أيضا لأن يتم التخفيض بنصف نقطة مئوية دفعة واحدة؟
يعني أداة أو أدوات الفيدرالي الأمريكي هم صناع السياسة النقدية أو البنوك المركزية إجمالا محدودة، لأنه الأعباء الأكبر هي تقع على السياسات المالية وعاتق الحكومات أن تقوم بعمليات التحفيز المالي المطلوب وعملية توسع في الأنشطة من وإيجاد الأسواق الجديدة وتوفير البنى التحتية والعلاقات التجارية المناسبة. ومن ثم يأتي يعني وظيفة البنك المركزي هي عملية مراقبة للأداء وتحقيق الشروط النقدية المناسبة لهذا الازدهار أو لوضع الازدهار في اقتصاد ما. بالتالي أدوات الفيدرال الأمريكي هي فقط للتدخل عند الضرورة، عندما تفشل السياسات المالية المتبعة وعندما تقف السياسات المالية أمام حواجز القيمة العملة أمام نظرائها من العملات الأخرى أو تفاوت السياسة النقدية ما بين الاقتصاد الأمريكي وباقي اقتصادات العالم. وبالتالي الآن يحتاج الفيدرالي إلى أن يقف على نفس السوية مع باقي المركزيات حول العالم وأن يتجه إلى سياسة نقدية إلى فترة سياسة تيسيرية إلى فترة أكثر امتدادا، كونه أن هناك لا يزال سياسات تيسيرية جدا قوية من قبل باقي الاقتصادات في العالم. فبالتالي هذا يعني نزيف ونزوح لرؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحثا عن السندات الأمريكية وعن عوائد السندات الأمريكية، وأيضا يعني نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي نسبيا. بالتالي يجب أن يكون هناك تيسير من قبل البنك المركزي، ولكن العبء الأكبر هو على السياسات المالية وعلى الحكومات وعلى البنى التحتية التي والعلاقات التجارية. أعتقد بناء إعادة هيكلة وبناء العلاقات التجارية الأمريكية مع نظرائها كان لها سبب رئيسي نوعا ما في تحقيق الارتفاعات الكبيرة، ولكن لا تشكل أرضية مستدامة نوعا ما، نتيجة أيضا قلق من القادم، القلق من مزيد من التوترات التجارية ووجود منافسين آخرين قد تندلع معهم حرب تجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وهؤلاء المنافسين. شكرا لك يا رائد دائما على هذه التحليلات، وأنت رئيس قسم الأبحاث في إيكوتي جروب، شكرا جزيلا لك.